السلام عليكم خوتي، تبارك الله عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. نتمنى من الله تكونوا في احسن حال وفي صحه جيده، وانتم كتتبعوا هذا الفيديو. الله يحفظك، شكرا، بارك الله فيك اخويا، شكرا، الله يعطيك الخير، شكرا. كما قلنا احنا كنتواجدوا في دوار بلادي يحيى تافوغالت اقليم مدينه بركان. اليوم كيديروا هنايا واحد الوعده لجمع الاحباب وجمع صله الرحم بطبيعه الحال. ما تنساوش خوتي تبارطاجوا الفيديو وتشتركوا في القناه باش يوصلكم دائما الجديد ان شاء الله مع بطاطي في القنوري. ورحنا هنايا كنتواجدوا في دوار ولاد يحيى، اليوم كاينه الوعده هنايا. المهم خليكم معنا ما تمشيو فيه. فحملته من تبادت به مكان قصيا لا جاء أهل خاض إلى هذه النخلة، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. السلام عليكم سي القنوري، احنا موجودين الان في دوار ولاد يحيى تبع ريسلان تافوغالت. كل عام كتقام هنا واحد الوعده ديال دوار ولاد يحيى اللي كتبعد على تافوغالت بواحد 9 كيلومتر، وكل عام كيجيو الناس كيجيو يحضروا هنايا في كاع ولاد يحيى، سواء كانوا في وجده او لا في بركان، اكليم زيو كاملين كيجيو يديروا الوعده هنايا وكيديروا صله الرحم، وكيجيو الناس اللي ما كيتشوفوش مثلا لمدة 4 سنين 5 سنين ما كتشوفوش العائلة، كيجيو كيتلاقاو هنا كيديروا صلة الرحم، وكيجيو جميع المناطق ديال وجدة مثلا، بركان، سعيدية، وجدة، أصحاب الخارج، بالخصوص الجالية المغربية المقيمة بالخارج، كتكون عندهم فرصة باش يتلاقاو هنايا في دوار ولاد يحيى، بالخصوص ولاد يحيى اللي هما الأصل ديالهم ولاد يحيى، كيجيو كيتلاقاو هنا كيديروا وعدة، وكيجيو الناس ومثلا هولندا، الالمان، بلجيكا، فرنسا، اسبانيا، جميع الدول الاوروبيه كيجيو كيتلاقاو هنا. وماذا بينا حنايا الناس يزيدوا يحيوا هذا الوعده يبقاو يجيو. حنا ماشي ما كنديروش وعده مثلا لسبيل السيد ولا شي حاجه، كنديروها في سبيل الله ومن اجل باش نديروا صله الرحم. مثلا كتلقى العائلات اللي ما تشوفوش مثلا لمده كبيره، وكيجيو كيديروا وعده كل عام. ومرحبا بك، مرحبا بك هنا عندنا في دوار ولاد يحيى. انا السيد الدام محمد من اكليم، ولكن من الجاليه المغربيه من بلجيكا. المهم انا جاي لهذا الصدقه باش ندير سيره الرحم مع الاحباب وهذا الشيء اللي كاين. المهم هذا السلام عليكم. جبال ديال فاسير وهذا الجبال ديال الزعاره والاخر راهم سمحوا فيهم، خصهم الخدمه باش يعدلوا يجبدوا لهم الماء، يجبدوا لهم الاخو، يجبدوا لهم الماء ويجبدوا لهم، ما يسمحوش فيهم. الا سمحوا في الجمار راه سمحوا في كلش. الميزانيه ديال الجمار راه ما كان والو، الناس كاع راه تهجر تقريبا، وتهجر الميزانيه ديال الجبال ما بقى والو. شكون اللي غادي هاد الجبل الا ما كانش الماء، ما كانش الضو، واش غادي يديروا هنا الناس؟ لابد يهجروا. من فضلهم صح ان شاء الله المسؤولين ينوضوا شويه يكافحوا على الجبال، والله يجعل البركه. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. متواجدين الان في منطقه تسمى دوار ولاد يحيى، جماعه رسلان، عماله اقليم بركان، التي كما تشاهدون الناس متواجدين هنا الان، متواجدين على واحد الوليمه اللي كيجتمعوا لها ابناء الدوار والاقارب والدواوير المجاوره اللي كتواجد الان حاليا في دوار ولاد يحيى. وهذه الصدقه كتدار كل عام، كنجددوها، اللي كتوقع فيها صله الرحم ما بين الاحباب والاصدقاء والاخوان، وكتعريف المنطقه، منطقه ولاد يحيى، بالاخص للابناء الصغار والكبار واللي داخل الوطن وخارج الوطن، اللي كيجتمعوا فيها اليوم. وبكل يعني بكل صراحه نفتقدها، بكل سنه نفتقدها، ننتظرها متى ياتي دوره. دوار ولاد يحيى
وعندنا واحد الوعده نديروها من العام للعام كيجتمعوا فيها الناس من كل جهه، من المدينه، من اوروبا، من كاع ولا الدوار كيجتمعوا هنا. نديروا واحد الصدقه في سبيل الله ونديروا فيها صله الرحيم، وكل عام رحنا غاديين هكا نشوفوا ونتمنى والله الخير يكون واحد يجي واحد العام زين. راه نطلبوا والله يرحمنا بالشتاء، وان شاء الله يكون واحد العام زين ان شاء الله. الله جاهز تقم قبولا ان شاء الله. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يبارك فيك. هكذاك تبارك الله. الله جاهز تقم قبولا ان شاء الله. الله يحفظك. الله يحفظك اخويا فيصل، تحياتي. الله يحفظك، بارك الله فيك. لا جاهز صدقه مقبوله ان شاء الله. الله يستر. بارك الله عليكم. الله يجعلها صدقه مقبوله ان شاء الله. الله الصحه والراحه. بارك الله عليك. الله يحفظك. الراحه. الله يجعلها صدقه مقبوله ان شاء الله. يجعل الدنيا نافعة والآخرة شافعة، من الله يجمع لهم خير في الدنيا وخير الآخرة، تعمون الله يطعم النعيم الجنة، سقام الله يسقيهم الحظ النبي، الله يجعل في البركة جميعا، الله في قصر ديالهم، الله في مغرب ديالهم، الله في حوايجهم إن شاء الله، الله يصلح ويصلح ذرية ديالهم، اللهم بارك فيهم وفي أولادهم وفي أزواجهم وفي مالهم ودمهم، برحمتك يا رحمن ورحيم، اللهم يا رب الصدقه اجعل في صاحبة الأمواج ديالهم جميعا، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اجعل عليهم الرحمات، اللهم ربي ارحمهم برحمتك، اللهم ارحمهم برحمتك، واغفر لهم بفضلك وكرمك، اللهم امن كتابهم، يسر حسابهم، ترك ميزانهم بالحسنات، اللهم اسكنهم في وسط الجنان مع النبيين والصديقين، الشهداء والصالحين، احسن ولك رفيقا، اللهم ارحمنا رب العالمين، والجمع الضيوف جميعا الله عشر الخطوات، نبقى لكل ابن منوى، ارحمنا المرحوم فينا، ولا يشفع فينا خيالنا، اللهم رب يغفر ذنوبنا، ويسر عيوبنا، اللهم اطيح قلوبنا، واصلح اولادنا، اللهم اشف مرضانا، وعاف مبتلانا، وبأيدينا الى كل خير، واعصمنا من كل شر يا رحمن الرحيم، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا، امين والاموات يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. امين. واحد السيد مريض، واحد السيد هو واحد اليوم دوار ولا يحيى. هنا فين داروا ديك البلاصه السياحيه اللي كان دوك البيوت اللي كيكريوهم هنايا؟ ها هما
هادو بيوت بالخشب كيتكراو لتشجيع السياحه الجبليه. الناس اللي بغات تجي هنايا تكري هاد البيوت تقضي واحد النهار ولا يومين ولا سيمانه السياحه الجبليه. دوار ولا ديحيه اللي حصل لحد ما لقيناش شي حد اللي نسولو، ولكن هاد البلاصه راه معروفه هنايا ولا ديحيه السياحة الجبلية. البيوت هادو مخدومين باللوح وفيهم الداخل ناموسية وفيهم فين ينعسو تقريبا ديو جوج ديال الأشخاص. هادي راه فيها جوج ديال الأشخاص وكاين الكبار تاع العائلة. ها هي من الجهة اللي من هي كبيرة، هذيك تقدر تاخد عائلة كبيرة. الداخل فيها كنديات، جوج كنديات ديال ربعة ديال الأشخاص. وكاين هنايا ماتش ديال الكرة ديال الباسكيت. هذا هي الجولة ديالنا تاع اليوم، تعريف على المناطق الجبلية والسياحية ولا ديحية. ما تنساوش البارطاج والاشتراك في القناة باش يوصلكم دائما الجديد. نطلعوا نشوفوا داك الماتش كي داير. هذا هو الماتش، باقي عاد جديد تبارك الله، باقي عاد نقي. كاين الماتش فيه ديال الكره قدم وفيه ديال الباسكت. هادو هما شوفوا من الداخل، جلسه معتبره تبارك الله كما كتشوفوا، جلسه معتبره ديال العائله. الله مبارك، ان شاء الله غادي يكون لنا لقاء اخر ان شاء الله هنايا، غادي نجيو ان شاء الله ونعطيكم معلومات كامله حول هذا المشروع هذا وحول هذا المكان الجميل. ان شاء الله هنا كاين العاب للاطفال في البلاصه هنا. اكيد غادي يكون لنا لقاء اخر، واحد الفيديو اخر ان شاء الله هنايا، باش غادي نعطيكم معلومات من الال زاد، يعني معلومات كافيه بالنسبه للناس اللي بغاو يجيو هنايا. ولا ان شاء الله غادي ندير لكم معلومات. هذا فيديو عباره عن تعريف على هذه المنطقه وشنو فيها بالضبط وصافي. هذا هو اللي كاين.